استنى عندك. انت بتكلمني انا ولا ايه؟ انا اسف يا دكتور، بس اول ما اشوف حضرتك هنا في المستشفى. حضرتك جديد معانا؟ جديد معاك؟ انا يا ابني الدكتور حمدي اشرف ابو سريع، استاذ امراض البنك سونسون جامعه سكانسون. ده انا سايب مؤتمر عالمي كبير في زنزبار عشان اجي اتابع حاله معالي الوزيره. تقول لي جاي جديد؟ ده انا بنيت المستشفى دي على كتافي يا ابني. انت اسمك ايه؟ انا اسف دكتور حمدي، اللي معرفك يجالك. اتفضل دكتور حمدي، اتفضل. الجديد قال. سلام على بني آدم ما يسويش نفخة. اسم الله على معاليكي. معلش أنا جاي لحضرتك كلمتين بس، مضطر يعني مضطر وماشي على طول، بس مش عارف يعني مش عارف. طب اصحيك ازاي؟ وانا مش معقول يعني مش معقول يعني ادخل واخرج كده من غير ما اكلم عليك. ده انا عامل جنايتين لحد دلوقتي عشان اوصل لك. النبي تصحصحي كده وتفوقي شويه. حياتي النبي يا شيخ. يا ست الكل يا دكتورة معاليكي يا رب. ها يا ست هوبا هوبا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هتفوقي بربنا والله العظيم، هتبقي زي الفل. وردة منورة. انا معايا حاجة عايز ارجعها لحضرتك. الحاجة دي لما وصلتني كابت عليا بلاوي الدنيا والآخرة. بصي أيوه بصي، الأيباد ده ولا التاب ده مش بتاع حضرتك. أنا جاي بقى أدي لسعادتك، بس يعني عايز من حضرتك شهادة حق. حضرتك تقولي أن تقولي ايه ده؟ انت حالتك صعبة أوي. طب ممكن حضرتك ورقة بخط حضرتك تقولي من غير مؤاخذة يعني أن أنا غير مسؤول عن تفجير معاليكي. بعد إذنك يعني تكتبي مش هتقدري. طيب اجيب انا ورقه واكتبها ومعاليكي تبصمي عليها. قلت ايه؟ تعالى شيل البتاع ده عشان تعرفي تتنفسي. بتقولي افسر بس الكلام بتاع حضرتك. ممكن معاليكي اشيل الشنكور ده؟ ممكن اشيله ولا ممكن تفيصي فيها؟ مش هتفيصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام عفريت. عيني العفريت. عين عفريت. لا اله الا الله. انا عفريت. دكتور ايهاب. عيني العفريت ايه بس؟ فهميني. انت مكوبسه ولا حاجه؟
مكوبسه؟ لا. ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ انا الدكتور صلاح اشرف ابو سريع، جامعه سكونس فرانس ليبر. دكتور صلاح مين؟ انا اول مره اشوفك هنا في المستشفى. ازاي؟ انا الدكتور صلاح بتاع الوزيره. انتوا ازاي يعني؟ ازاي سيبينا من غير سكس بالف على وشها ولا مش ممكن؟ سكس بالف ايه؟ مين انت؟ مش ممكن. هو فين مفتاح 18 والجنكار والبرور براندو؟ مش ممكن اللي بيحصل ده. امبوسيبل. مين الراجل ده؟ امسكوه. الله يخرب بيت امي. دي اوكر. مالها اوكر زمان؟ معقول سايبين البلولة اللي عند سيادة الوزيرة؟ ده كلام؟ يلا يلا بسرعة بسرعة. بعدين يا نرجس، لا ده مش طبيعي. انا حاسس ان درويش اتعكش جوه. تف من بقك. ايه ده؟ انت قلت تف من بقك. بعدين صاحبك حدق. وفي مالك يا اخويا؟ محصور بقالي ربع ساعه اتجنن واعملها، بس مش عارف اعملها فين في اللبش اللي جوه ده. يا عيني. حياتك انا بنت الوزيره. إيه؟ ممنوع ايه بس حضرتك؟ بقول لحياتك انا بنت الوزيره. اسفين جدا يا فندم، في حاله طوارئ جوه وجالنا تعليمات نقفل المستشفى كلها. بنت الوزيره شخصيا ما عرفتش تدخل. شكل لبش هيطول. بقول لك يا نرجس. نعم. هتسيبيني اعملها في الصندوق اللي جوه ده؟ ده انا احرقها قبل ما تعمل فيها كده. قص عليكي، كانش العشم. قويني يا رب. بصراحه انا ما كنتش متخيل ان الساره هتقفل دماغي على حاجه تافهه كده يعني. تورتات ايه اللي عايزاني اشوفها قبل الفرح بشهر؟ هشوف فيها ايه التورتايه؟ ايه يا حبيبتي مالك؟ مفيش. ازاي؟ انت ما بتاكليش تقريبا. انا مش هكدب عليك، انا قلقانه وقلقانه جدا كمان. يا ساتر، ليه كده؟ كل ما اتخيل انك انت كنت تعرف الراجل المجرم بتاع حادثه الوزيره دي ببقى هتجنن. يا ماما صدقيني يا عم درويش ده راجل اغلب من الغلب. تلاقي بس الداخلية عايزين يهدوا الناس، جابوا صورة أي حد معدي صدفة في المكان، جت عم درويش بس. أنا ما يهمنيش هو عمل ولا ما عملش. أنا كل اللي يهمني إن هما أكيد هيدوروا وراه، وساعتها يعرفوا إنك أنت كنت على اتصال بيه. دي حادثة كبيرة جدا. يا ماما الوساوس دي كلها؟ لا مش للدرجة دي طبعا. طب قولي، أنت كنت بتكلمه؟ كنت على اتصال بيه؟ كنت بتروح له اسكندريه زي ما كان بيجي لك هنا؟ لا طبعا يا ماما. اروح له ايه واسكندريه؟ الراجل كل اللي اعرفه عنه ان هو من اسكندريه، وكان بيعدي عليها كل فين وفين. كبيره يعني، كان بيتصل بيا بس على الموبايل قبل ما يجي بيوم او اتنين يتاكد هبقى في المكتب ولا لا. ما اعتقدش يعني علاقه بالشكل ده ممكن تخليهم يحذفوني ورا الشمس. ربنا يستر. هيستر ان شاء الله. كلي بقى كلي. هو مغسل ايدي ارجع لك. خلصتي؟ كويس قوي. لا 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 لا، نمرة التليفون كفاية، ابعتيها لي. ابعتي لي فهيم. عمر باشا. فهيم صاحب النمره ده اهي، تجيب لي خبره وتعرف لي قراره في اسرع وقت. تمام ساعتك. في حاجه كمان عاوزك تعسلي ورا واحد اسمه ماهر سليمان الدخشه. والاولويه لايه ساعتك؟ لصاحب التليفون.
تمام سعادتك. كل ما انا بتاكد ان الموضوع ده ورا تنظيم كبير. طريقة قتل بيها الدكتور خالد دي ما هي الشغل راكبين الركش اللي عندنا دول. لو كنا لحقنا الدكتور ده قبل ما يموت كان زماننا خلصنا كل حاجة الليلة دي. فرص. فرص يا أشرف، فرصة زي دي ما بتجيش غير مرة واحدة. بص أنا بفرج موبايلاته وأحقق معاملاته الاتنين. يمكن أي واحدة فيهم تودينا لأي دليل. مش لما يخلصوا خناقة مع بعض الأول. أنا ما أعرفش قافشين في خناقة بعض ليه بصراحة يعني، الراجل فايص خلاص. نعم. أيوة معايا الوزير. هاي يا فندم. احنا الخيط بس اللي شغالين عليه يا فندم الله يرحمه، بس احنا شغالين في ال... مين يا فندم؟ درويش؟ في المستشفى؟ لا لسه بهلالة دي. لا يا فندم انا ما اقصدش، انا اقصد احنا لسه بهلالة طبعا. حاضر. تحت امرك. مع السلامة. ايه اللي حصل؟ احنا هنتنفخ يا اشرف. مش ممكن، مش ممكن اللي بيحصل ده يا انكل، انا مش مصدقها. يا بنتي اهدي بالله، خلينا نشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه في ايه انكل؟ دي مهزله. هي محاولات الاغتيال بقت عادي؟ هو كل شويه حد يجي يجرب فينا؟ نعم خير، في ايه تاني؟ مفيش حاجه يا فندم، انا جاي اطمن حضرتك على صحه معاليها واقول لكم ان في تحسن الحمد لله النهارده. والله دي حاجه لطيفه قوي، حاجه ظريفه. طب ايه رايك بقى نجيب لها كل يوم قتل قتله اجرب فيها علشان تتحسن اكتر واكتر، مش كده احسن برضو؟ طب ومعلش حضرتك بتكلميني كده ليه؟ يعني انا مالي ومال الحراسه. استغفر الله العظيم، معلش انا اسفه يا دكتور، حقك عليا، بس حضرتك عارف ان انا مضغوطه بجد. مفهوم طبعا. طيب حضرتك بتقول دلوقتي انها اتحسنت. على اي مستوى يعني؟ هي هتقدر تتحرك قريب؟ هتقدر تفوق قريب؟ الغريب بالنسبه لي انها فاقت فعلا، صحيح لمده ثواني قليله، بس ده في حد ذاته مؤشر عظيم. احنا بنتكلم في حاله صعبه، اي تحسن في الوقت القصير ده يعتبر معجزه. يعني الراجل اللي جه وهرب ده ما عملش فيها حاجه؟ هو لو كان عمل حاجه اكيد مش هتبقى حاجه وحشه، حاجه كويسه. يعني حضرتك عاوز تفهمني ان دخل من المستشفى وعدى من الامن ودخل غرفة العناية المركزة اللي ليها كارت مخصوص ودخل أوضة الوزيرة اللي عليها حراسة خاصة وقعد جوه فوق الخمس دقايق وبعد كده خرج عادي؟ والله رجالتك والأمن حاولوا يجيبوه، هرب. عايزني أجيبه أنا؟ أنا مش عاوزك تجيبه ومش عاوزك تعمل حاجة، أنا بتكلم عن إجراءات أمن المستشفى اللي بقت عاملة زي الحديقة الدولية، اي حد يدخل واي حد يخرج عادي. انت مش بتقول انه خرج من مستشفى في نعش خارج من مشرحه؟ عايزنا نفتش النعوش؟ حتى لو حاولنا نعمل كده اهل المتوفي مستحيل مستحيل يوافقوا على حاجه زي دي. دي ثغرات امنيه يا سياده المدير. ثغرات ايه؟ دي حفر امنيه. انا ما رفضتش اي عرض من عروض الحراسه، لا من الوزاره ولا من الامن الخاص، ثم ما اقدرش امنع الناس تدخل وتخرج، دي مستشفى يا باشا. طيب انا هاخد سياده الوزير عندي المكتب عشان اخد بالي منها، ولا اقول لك انا هقدم طلب اشتغل عندك تمرجي في المستشفى عشان ابقى واخد بالي منها. كريم باشا الدكتور ما يقصدش. بص يا دكتور احنا عايزين نعدي الموقف بس لازم ننجز عشان ما عندناش وقت، فيا ريت تساعدنا لان الموقف بقى محرج قوي. انت شايف حضرتك انا ما فتحتش بقي ومقدر الوضع وعايز اساعدكم. يا فندم انت هتساعدنا ازاي؟ هتساعدنا ازاي وانت سايب المستشفى على البحري والكاميرات ما بتصورش وسايب المستشفى سداح مداح؟ يبقى حضرتك هتساعدنا ازاي يا فندم؟ الكاميرات اتصلحت يا باشا، ووضح لحضرتك امبارح ان العطل كان متعمد مش اهمال. ثم حضرتك لو عايز تخش دلوقتي الغرفه تشوف ايه اللي حصل على شاشات المراقبه اتفضل حضرتك، أنا تحت أمرك. يا ريت يا فندم. أنا العفريت؟ إيه يعني العفريت دي؟ مش ده بخور؟ والله ما أنا عارف. بينها كانت بتخاطرف. أيوه يعني هي فاقت ولا ما فاقتش؟ ما أنا قلت لك يا ماهر،
قلت لك هي فاقت شويه وراحت رامي البقين دول وسافر التاني. عارف هنا عفريت خلاص وراح سافر التاني خالص. بقول لكم ايه، ده اخر بطاطس معايا، حد عايزه؟ بطاطس ايه وقرف ايه، انا مورود مورود يا عم. انت زي الفل اهو، خرجت من المستشفى زي الشعره من الحلاوه. دي تسهيل ربنا بقى، تسهيل ربنا. ايوه يعني خطه نابليون اللي احنا قعدنا نظبط فيها نزلت كلها على فشوش. طب وهتعمل ايه يا درويش دلوقتي؟ والله ما انا عارف يا ماهر، مش عارف افكر خالص. انا دماغي بقت قد كده، شوف دماغي بقت قد كده، مش عارف افكر. واكيد طبعا بعد اللي حصل ده كله هيزودوا الحراسه على الوزير، هتبقى لبطشيه واثنين وثلاثه، يعني استحاله حد يخش لها بعد كده. امال ايه وزيره؟ لا راجل الجدع يخش بدل المره ألف. مره ألف ايه وراجل جدع ايه يا بنت انت؟ هو داخل حمام، ما انت بعينك شفت بنت الوزيره بجلاله قدرها ما عرفتش تخش المستشفى. بنت الوزيره؟ اه. بنت الوزيره دي شفتوها فين؟ اه حبت عيني، ده كانت عماله تتنطط زي الفشاره كده قدام الباب. قلت لهم امي جوه، وهم قلوبهم قاسي قوي. بس هي لا حته عربيه، انا لو عندي زيها كنت صغرت 20 سنه اكتر ما انا صغيره. طب وبعدين؟ لا بعدين دي بقى محتاجه راحه وفوقان. اه بقول لكم ايه، الحقوا روحوا بقى ترتاحوا عشان الحق اودي العربيه التوكيل. توكيل؟ يلا يلا بينا، بينا شكلها كده طالع على عزبة النخل. يلا يا عم يلا. هو بيعمل ايه؟ بيكلم مين؟ الست في غيبوبة، ده اكيد راجل مجنون. احنا بنتعامل مع ارهابي مجنون يا اشرف. استنى كلمنا لما نشوف اللي هيحصل. بتقول له ايه دي؟ اكيد كانت بتحاول تستغيث، مش كان عاوز يقتلها؟ يقتلها ايه بس يا كريم؟ ما هو قدامه من بدري، لو كان عايز يقتلها كان قتلها بدل مرة 10. لازم نعرف هي قالت له ايه. يا درويش طوعني، ما تحطش في دماغك موضوع عين العفريت ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماهر عين العفريت. يا ماهر ادعش. اهلا خليفة. قاعد يضح في الشوكولاته بتاعتك، ده انت الخساره بتجري وراك بالمشوار. هتضح ايه؟ دي سادس قطعه. سادس قطعه؟ الصلاحيه منتهيه بس انا مكسل ارميها. بالشيفة ربنا يخليك لينا. رحت مشوار البص اللي قلت لك عليه، جبت الفلوس؟ جبت الفلوس، بس الواد اللي بعت التحويل ما دفعش رسوم التحويل، سابهم على المستلم وانا خصمتهم من 10,000 بتوعك. يا عدناوة 50 جنيه، مش قادر تخصمهم من 5,000 جنيه واخدهم؟ وانا حطيتهم في جيبي، ما لهفتهم مثل المحظوظة، مش عايزة تدفع لي تمن الباسبور اللي هضربه. هلا بقول لك ايه، بقول لك ايه، بلاش عوق وبلاش تشح ايدك على خدمة بيت، لا يمسكوها في المطار يسحلوها وتقر علينا كلنا. مطار ايه يا عم الحاج؟ لاخرها معايا حج بري او بحري، ولو في حج ماشي همشيها. حج ماشي تمشيها؟ بقول لك يجيب لها سكوتر احسن، سكوتر. هات فلوسي. اتفضل اتفضل يا سيدي. ايه؟ لففهم في فوطه صحيه ولا ايه؟ عشان ما تتنظرش. تتنظرش؟ اه بعد ما وصلوا لك لسه ما يتنظروش. بقول لك يا خليفه، والله ما تستاش تجيب لي سبحه وسجاده صلاه. اللهم صل على النبي، ده انت متلقحهاش يعني. انا بقول احطوه في المحل يجيبوا البركه. ما شاء الله، حطوه في المحل يجيبوا البركه. ما شاء الله. بقول لك يا ماهر، شوف له بقى كوز بسطرمه كده حمضاني حدق بيه بعد الشوكولاته دي. ده ده عدالي. بقول لك ايه؟ ما تدخلش عليا حد دلوقتي. حاضر. منور فين باشا؟ جرايه يا عم، طلعتني عندك هنا ساعتين عشان في الاخر تديني معلومه تافهه زي دي. يا باشا انت اكتر اللي عارفين، موضوع زي ده مش بالسهوله دي. تتبع رقم مجهول الزامه اذن النيابه وتصاريح، وعشان نعدي موضوع ودي لازم في ناس كتير تتراضى. انت خدت وقتك بما فيه الكفايه، وانا رضيت كل الناس. في ايه بقى؟ تمام يا ريس. بص انا من 10 دقايق بالظبط لسه واخد اكسس على السيستم. حلو قوي، يعني اقدر اقول لك فين مكان الموبايل اللي انت بتدور عليه. جميل، اديني الموبايل. شغال قدامي كده والسيجنال واضحه زي الشمس. ورقه وقلم وعنوان حالا. حاضر يا باشا.
ماكس اسكندريه. حلو قوي. طب اسمع بقى، انت هتفضل قاعد في الاوضه هنا كمان ساعتين لغايه ما اخطف رجلي اسكندريه، ومن هناك هكلمك تقولي الموبايل فين بالظبط. فاهم باشا، وعادي هنا فتره كبيره في خطوره عليا. ما تضايقهاش بقى يا سمع، وبعدين انت عارف انا ما بنساش حبايبي. حاضر يا باشا. حبيبي انا قلت ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ تعالى دي معجزه عامله لنا قنلوني. كلالولك؟ ده كلالولي وبكاتا وكوردن بلو، اصلي بحب اجرب في المطبخ قوي. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. ايه بتجربي في ولادك ولا ايه؟ لا، نزار عملت له سبرينج رولز بالبشاميلي ودخل نام دلوقتي. ربنا يشفيه يا رب. شده ونسول. كل كل. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتاكل ايه؟ انت مش من شويه ضارب سندوتشات قد كده؟ بتدفس الاكل ده كله ببطنك ازاي؟ ده كان الفطار، انما ده كان الغدا. والانسان النظيف الشفيف العفيف له ثلاث وجبات في اليوم، كل. بعد كده كل الحاجات دي هتكبس على قربتك المخرومه. استفسار صغير يا عم الدرويش. عمر ارتاح. هو السادات طويل زي ما بنشوفه في التلفزيون ولا قصير؟ انت بتسالني انا ليه السؤال ده يعني؟ وانا كنت دفعته في الحرب ولا حاجه؟ ايه ده، انت مش شفته لما رحت تقتله؟ والله يعني سميت عليه ووديت وشك الناحيه الثانيه. ايه؟ ايه والله ما انا اللي بقول. برنان اهو. ايه؟ انا طالع فوق. تصدق ما كدبش اللي سماك بتاعها. ما حاجه تدعني برضو يا عم ماهر، يعني هو دخل عليه قال له مساء الخير. مساء النور السادات. اقبل. ممكن اقتلك؟ عين العفريت. نعم. هو ده اللي قالته، قالت عين العفريت. يعني ايه عين العفريت؟ احنا نستهبل ولا ايه؟ والله يا فندم هو ده اللي قالته. خلاص خلاص، متشكرين جدا لحضرتك. متشكرين ايه يا عم انت؟ متشكرين ايه؟ عين عفريت؟ عين عفريت ايه؟ وزيرة محترمة فيها من غيابوبة عشان تقول عين عفريت؟ ايه يا كريم، عادي، ممكن تكون بتهلوس، ست مريضة برضه. مريضة ايه يا أشرف؟ أنا اللي هتشلى يا أشرف. لما سيادة الوزير بقى يسألني أقول له ايه؟ عين عفريت؟ قول له خبير الشفاية قال كلمته، عين العفريت صح؟ خلاص يا إسماعيل وصلنا. بالسلامة أنت. الو. الله، على سامعني كذا مره كده يا راجل، تفتح عليا. والله يا باشا ما اعرف اللي انت اللي متصل. الموبايل ده بتاعك؟ لا مش بتاعي يا باشا. فين صاحب الموبايل؟ ده موبايل عم درويش بس، ورحمه خالتي ما اعرف عنه حاجه. انا لقيت موبايل في التوك توك، خدته تخليص حق. لو يلزمك يا باشا اتفضل، ما اغلاش عليك. لا يا حبيبي ما يلزمنيش، انا يلزمني صاحب الموبايل. ومرسي ابو العباس يا باشا ما اعرف عنه حاجه، مش سهل منطم التوك توك هو والواد شهاب، ما عرفتش اخباره اللي غير من التلفزيون. الله يخرب بيتك عم درويش. يخرب بيته، فين بيته بقى؟ هو انتوا مباحث يا باشا؟ حاجه زي كده. انتوا اللي مين؟ مش مهم احنا مين. درويش فين؟ انا جاي زيكوا ادور عليه. طيب طالما المصلحه واحده بقى بندور على نفس الشخص، نقعد نتكلم. وماله؟ نقعد ونتكلمه. ما ترميش السر القديم يالا. طب انت عزاف ايه؟ وانت مال امك؟ عامل عقد. احبك وانت بصيد. انت مالك يالا هتعمل عقد؟ مالك انت؟ بقول لك ايه بقى؟ سيب بقى من السير دلوقتي وركزي معايا. عربية بنت الوزيرة ميني كوبر كابورليه زرق 1600 سي سي،
أربعة سلندر، حلم المرأة العاملة. الله عليك، يعني تعرف تطلع العربية دي من نص العربيات صح؟ ايه عايز تشقطها ولا ايه؟ لا 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 لا، انا عايزها في حاجة سهلة قوي. برضو ما نسيتنيش يا باشا، عايزين دلوش فيه؟ مالكش فيه، كل اللي انا عايزك تفهمه ان احنا لازم نوصل له قبل الحكومة ما تحط ايديها عليه. ما ينفعش يا باشا، القانون لازم ياخد مجراه، ده راجل ارهابي بيروع الامنين. سيبك بقى موضوع قانون ومجراه والكلام ده، القانون عندي بيقول ايه؟ فيد واستفيد، ولو انت صحيح هتعرف توصلنا ليه هتستفيد جامد قوي. معلش يا باشا، انا مع احترامي ليك، انت مهما فتني عمرك ما هتديني شريطه زياده. شرايط ايه يا سياده الامين اللي بتدور عليها؟ ده انا هديك طبق قماش بحاله. باخده يا سيدي اقصقصه شرايط زي ما انت عاوز، ونفض حاجه ابقى اتحزن بيها كمان. احنا بنقدر اللي بيساعدنا، وتقديرنا فوري وحلو. نقول 50,000 كويس؟ 50,000 جنيه؟ حبيب قلب خضر يا باشا، لا اعتبره في الثلاجه عندك من دلوقتي، ده انا لو في الحبشه هجيبه لك. اشمعنى الحبشه يعني؟ متقلقش، ليا ناس في الحبشه. على فكره كان الموضوع بقى غريب جدا، انا حاسس ان درويش دوت مش زي ما احنا بنفكر فيه خالص. ايه كل ده عشان ما يطلعش على طول؟ دي كان بيفكر يهرب ازاي بعد ما يقتلها. يا سلام، كان هيخرج عادي جدا زي ما دخل، ده على اساس اصلا ان هو دخل فيها حد اعترض طريقه. اكيد الراجل ده ما قتلهاش، كان داخل ياخد صوره سيلفي مع الوزيره. ها تظبط يا ابني ولا محامي؟ يا ابني فهمني بقى. ابنه اتخذت عليها قوي. ماشي يا سياده اللواء، يا سياده معالي نائب رئيس العمليه. تاري تاري كريم، ارجوك ركز معايا، لازم نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط عشان نعرف ازاي نقبض عليه. اكيد التابلت اللي كان معاه دوت ليه علاقه بالتابلت اللي كان معاه نهله بنت معالي الوزيره، لازم نمسك طرف خيط عشان نشوف ازاي هنعمل ايه. يا وائل، انت لسه بتسالني هتعمل ايه؟ اتحركوا طبعا. يلا سلام. في طرف الخيط اللي بندور عليه خلاص لقيناه، عرفوا يجيبوا مراد درويش. يا بدر حساب. خلي يا باشا. هي دي الست حسنية؟ هي يا باشا، حسنية أبو العمار. في ايه؟ في ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ انا مظلوم ومعايا دليل براءتي، لو عاوزة تشوف الدليل بنفسك قابليني بكرة الساعة 3 العصر قدام محطة مصر. هتعمل ايه؟ مش عارفة يا حازم، مش عارفة. مش عارفة؟ يا نهار، انت لسه هتفكري؟ فعلا انا محتاجة افكر. الموضوع مش محتاج تفكير، درجة الارهابي الدنيا كلها مقلوبة عليه، لازم تبلغي. على فكرة اللي انت عايزني ابلغهم دول ما كانوش عملوا حاجة لما الراجل دخل وخرج على ماما في المستشفى، وصل لحد اوضتها وهرب.
افهم من كده ايه؟ انت ممكن تقابليه؟ ما اكدبش عليك، انا فعلا بفكر اعمل كده، على الاقل يعني اعرف الدليل اللي معايا ايه، وخصوصا ان الراجل في الاساس ما كانش محتاج يقابلني ولا يتكلم معايا. بص يا حازم، الموضوع فيه حاجه مش مفهومه. طب فوقي بقى يا نال، الراجل ده اللي دخل مامتك المستشفى، يعني ممكن يعمل فيكي اي حاجه، ممكن يخطفك، ممكن يقتلك. فكرت في كل اللي انت بتقول عليه ده يا حازم، والله فكرت فيه، بس يعني رجعت وقلت لو الراجل ده كان عايز يعمل فيها حاجه ويدورني ما كان قتل ماما في المستشفى، ده كان بينه وبينها نص متر وما جاش جنبها يا اخي. لا لا، الراجل ده وراه بجد حاجه مش مفهومه، انا فعلا محتاجه افهمها يا حازم. طيب انت فاهمه يعني ايه بنت وزيره راح تقابل المتهم الاول في محاوله اغتيال مامتها؟ فاهم يعني ايه شكلك هيبقى عامل ازاي قدامهم لما يعرفوا انه كان عندك معلومه زي دي وما بلغتيش عنها؟ انا من رايي لازم تفكري كويس، ده قرار مش سهل. بصي بقى يا ست انت، ها امور المسكنه والسهوكه دي مش هتاكل معايا، احسن لك تيجي معايا دغري عشان نخلص. يلا. والله يا باشا، وحياه ابني، وحياه ابني اللي ما اعرف اذا كان حي ولا ميت، انا ما عنديش كلام اقوله غير اللي قلته يا ابني. استهبلي كمان. جوزك هرب من السجن بقاله 20 سنه ما فكرش يشوفك ولا فكر يكلمك في التليفون. ثلاثة بالله العظيم يا باشا ما اعرف حاجه، انا حتى ما عرفتش بهروبه غير لما بتوع المباحث قلبوا عليه الحته كلها، والله ما كلمني حتى في التليفون. انا ثلاثة بالله العظيم خل ايديا، ولو ما نطقتيش بالذوق هنطلعك بالعافيه. ست حسنيه، ابنك فين؟ ست حسنيه يا ابني زايد بيه الدنيا وهاج هاجي على ليبيا من 6-7 سنين، منزلش فيهم الاجازه الا مرتين بس يا ابني، وبعدين سافر تالت مره بعد ما قلبوا القذافي بكام شهر كده يا ابني، ومن ساعتها ما سمعتش عنه اي حاجه يا ابني، ما سمعتش عنه اي حاجه. بس انتوا ايه اللي فكركم بدرويش دلوقتي؟ استهبلي يا ست انت، استهبلي. ها، هو في حد في مصر ما يعرفش اللي حصل؟ ايه ده بقى؟ ست حسنيه، احنا عايزين جوزك عشان حادثه وزاره الصحه. حادثه ايه يا ابني؟ يا ست حسنيه، يعني انت ما تعرفيش ان هم امبارح حاولوا يقتلوا وزاره الصحه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف يا ابني، والله ما اعرف. انا يا ابني اصلا ما بخرجش من البيت وما بفتحش الراديو الا على اذاعه القران الكريم. ده كده بقى الاستهبال جاب اخره. ودي استنى ايه يا اطرب؟ دي فسحنا يا اطرب، اهدى شويه. انا مش اهدى غير لما الوليه دي تتكلم. ممكن تسيبني معاها شويه لوحدنا؟ ايه هتنيمها من غرنطيسي ولا ايه؟ يا عم انا هتصرف بقى. اتصرف يا حبيبي، يلا وريني. مين اما انا اخرت يا عم ده رب. ايه ست حسنيه عامله ايه؟ لا الحمد لله يا ابني، الحمد لله. ما تلاقيش، هو خلاص خرج. بص يا ابني هيجيبوك، انا كنت طالب عشاء، نتعشى سوا؟ لا كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. دخت على تفاح ما لقيتش. اللي انت مآمن للمشوار بتاع بنت الوزيره ده يا درويش؟ يعني كنت عايز نعمل ايه يا ماهر بعد ما شبابيك الدنيا دي كلها اتقفلت في وشي؟ ها؟ اهو باب على سرداب، مين عارف اخره ايه؟ ايوه بس انت شايف اللي انت بتعمله ده صح؟ وكأنك راجل رايح تسلم نفسك ومتفق مع الحكومه على كده. وهو ايه المعقول من الاول يا ماهر؟ ايه اللي كان معقول من الاول يعني؟ ها؟ لما الجهاز يقف في ايديا دونا عن بقيه خلق الله دي كلها ويسبب لي كل اللي انا فيه ده معقول؟ تفجير الوزيره وانا رايح اسلمها الامانه، ده معقول؟ زورنا وجرينا وعملنا اللي عشان نقابل الوزيره، وبعد ما قابلناها تقول لي عين العفريت. عين العفريت ايه؟ ده معقول؟ سيبك من معقول دلوقتي يا ماهر، يظهر ان الدنيا بقت ماشيه على ايديها. مش فاهم يعني ايه الدنيا ماشيه على ايديها. بس يا ماهر اسكت اسكت، وسيبك من
من الغباوه اللي انت فيها دي. وكفايه اللي انا فيه، كفايه قوي اللي انا فيه. ادعي بس، ادعي بس، الله لا يسيئك، ادعي ادعي ان ربنا يقف معايا وتطلع بنت الوزيره بنت ناس وقلبها طيب. يمكن لما تقرا الورقه تفهم وتصدق اللي فيها، وتيجي بكره في الميعاد والمكان اللي اتفقنا عليه جايز يكون خلاص على ايديها يا اخي، بدل ما يبقى خلاص على ايد عشماوي. خير يا حازم بيه؟ في الحقيقه في حاجه خطيره اهلها ما كانتش عايزه تقول لكم عليها، بس انا شفت انتوا لازم تعرفوا. هو مانو بن غامق بسرعه. تمام يا فندم. اخيرا شرفتنا بالزياره يا سعاده اللواء. يا راجل بقى فاكر قهوتي وما انتش فاكر انك انت تسال على خالك؟ تتصور ان اللي قال الخال والد ده نصب؟ والله يا خالي لما بشوف العسكر اللي بره ده اكتر ما بشوف بنتي. وانا اللي هقول لك، طب احنا كنا بنشوفك وانت كنت في الخدمه؟ ليه؟ هو انت غطسان في انهي خدمه ان شاء الله؟ انا لسه راجع من شرم الفجر، بقالنا شهرين مسحولين عشان المؤتمر الاقتصادي. فحبيبي يا حبيبي مسحول وفي شرم يا ولا؟ ده انا لما كنت اروح اتفسح كنت اروح خدمه، عارف فين؟ في سجن الحضره في اسكندريه. عصام لا بقولك يا ام، قوم كده اقفل الباب ده علشان عاوز اكلمك في موضوع مهم ومش عايز حد يسمعه غيري انا وانت. ايه يا سيادة اللواء؟ انت ناوي تتجوز؟ هو انا لو هتجوز ايه اللي يجيبني ليك انت يا ضايع؟ اسمع يا عسكري، مش عايز حد يخبط ولا يدخل. حاضر يا فندم. امان ما عليك. خير؟ انت متابع طبعا حاسة نادية أبو العزم وزيرة الصحة؟ آه طبعًا. وفي حد في مصر ولا بره مصر مش متابعها؟ الراجل اللي الأمن الوطني منزل صورته بيدور عليه أنا أعرفه كويس أوي. أعرفه معرفة عمر، يعني يمكن 20 سنة وأكتر. طب وإيه المشكلة؟ أتكلم حبايبنا في الأمن الوطني. لا يا حبيبي، ده موضوع يخصني أنا. خصك ازاي؟ انا لازم اجيبه بايدي. انا عارف ازاي اعرف اجيبه. ايه الحكايه بالظبط؟ انا هحكي لك يا عصام. انا بثق فيك وكل حاجه حبيبي، بس انا عاوزك تحط ايدك على المصحف ده وتحلف لي كده علشان اللي هقوله لك مش عايز حد ابدا يعرفه غيري انا وانت. تمام يا عصام؟ تمام. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. معلش يا دكتور، ما أسف، ما أعرف أن أنا المفروض ما أقعدش معاها كتير. بالعكس، هي في المرحلة دي محتاجة تحس باللي بتحبهم حواليها. وعلى العموم هي اتجوزت مراحل كتير خطر، الحمد لله. الحمد لله. واضح انها ما بتستسلمش بسهولة. ربنا يقوم لكم السلامة. يا رب. قومي بقى. قومي بسلامة بقى عشان وحشتيني قوي. أنا محتاجة لك. ايه يا حبيبي؟ ماما عامله ايه؟ مفيش جديد. معلش، ان شاء الله خير. قولي لي، احنا هنروح نقابل الاسم درويش ده دلوقتي مش كده؟ هقابله، انا اللي هقابله يا حازم، مش هينفع تيجي معايا. ايه التهريج ده؟ مستحيل اسيبك تروح المشوار ده لوحدك. حازم انا مش عايزه اي حاجه تبوظ المقابله دي، ممكن؟ اه طبعا ممكن. ممكن الواحد يسيب مراته تروح تقابل مجرم، عادي. ما
ممكن كمان يروح كافيتيريا يشرب قهوه لغايه لما تخلص وترجع له. من فضلك بلاش الاسلوب ده حبيبي. انا مقدره كويس قوي ان انت قلقان وخايف عليا، بس انا عايزك تثق فيا. انا حاسه ان المقابله دي هتكشف لنا حاجات كتير قوي صدقني. مالي انت عايزاني اقف اتفرج عليكي وانت بتغرقي نفسك بالشكل ده؟ لا انا عايزك تقف جنبي. عايزك يا حسن تسيبني اتعلق بقى الشاي. ماشي يا مال، حاضر، بس انا هبقى موجود من بعيد عشان لو حصل اي حاجه. صدقني مش هيحصل حاجه لو ما جيتش، بالعكس ده انت لو جيت ممكن تقلق الراجل وتبوظ المقابله كلها. امسكي. ايه ده؟ خليه معاك عشان يحميكي. لا طبعا انت عارف كويس قوي ان انا مش هعرف استعمله ومش هوصل الامور للمرحله دي. حبيبي هما كلمتين اسمعهم الراجل في عز الظهر والناس رايحه جايه حوالينا. عايزهم عشان خاطري، من فضلك استحملني. الوسط عند الساعة 9. حسن المجموعة جاهزة؟ يلا بسرعة. البيت داخل على المحطة. مش مطمن 10. شغل العيال اللي بتعمله 6 نقلة ده هيودينا كلنا في 60 داهية. يا عم اهدى بقى. هتلاقي كمين أحسن من كده فين يعني؟ كمين؟ والله بس هو اللي ما يكونش عامل لنا كمين. ده زارع قنبلة تعمل لنا كارثة في وسط جرم البشر اللي جوه ده. ألاقيش معاك ولعة؟ سوري. لا لا ماليش في اللغات. اللي شاغل بالك وجاي تقابليه بعتنا عشان اخده. يلا بينا نتكلم واحنا بنتدنجل. نتدنجل؟ انت مين يا ست انت؟ فيا بيت ورا صوتك. انا جاي اخدك تقابل الارهاب. شش حطي صوتك. لا تعجبيني وانت حويطه. وعشان تطمني وامرت التابع. اوكي اوكي. لا اسم الله عليك نوره. يلا بقى هزيها وتعالي ورايا. الله حلاوه قوي. ده طلع تنظيم مختلط. الراهب اتطور اشهر. يلا بينا. وغشا معايا والحرنكش ورايا. جهز نفسك يا عجميه. قشطه يا سمسميه. بالسلامه. واد يا بتاعك. يا حاج. اول ما اغزك بالعصايه دي تاخد الشنطه اللي في ايدك وطيران على البيت. يا الشنطه دي فيها ايه؟ اول ما توصل البيت هتعرف فيها ايه. هتعرف تعمل كده؟ انا مش هقول لك غير كلمه واحده. أوه. اللي عنده بيت زينا هقول له عمنا. ودي كلمه واحده؟ امال ايه؟ اتقوا عليه. ماشي. رايحين على فين بالظبط؟ من دلوقتي مش عايزك تنطقب ولا كلمه. تفتكر هيروحوا على فين؟ لو في المريخ انا وراهم. ولا بتاع. يا حاج تقدر تتحرك دلوقتي. ماشي. حرامي حرامي حرامي. خف شوية. رايحين على فين؟ مش انا قلت اسكتي خالص. هتقعدي تبص كتير؟ انت هتمشي من هنا وانا همشي من هنا، والمكان اللي قلت لك تقفي فيه تستني فيه الامير تقفي فيه ما تتحركيش، فاهمه؟ امشي امشي مش خروح امشي. يا سيد في حد خرج على البوابه؟ طريق الدهر منين يا بنت الحلال؟
كده يا استاذ، ده انا جاي اوصل لك امانه واتكلم معاك شويه، كان لازم تبلغي يعني. انا ما بلغتش، بس اقسم بالله العلي العظيم لو اديك في 60 داهيه لو ما قلت لي دلوقتي حالا ايه دليل براءتك اللي كتبته لي في الورقه، وايه علاقتك بامي بالظبط؟ انا ماليش علاقه بامك ولا لي اي حكايه ولا اي روايه، انا يمكن اعرفها من 3-4 ايام فاتوا. انا كل ذنبي اني لقيت حاجه مسروقه اعتبرتها امانه وقلت اوصلها لاصحابها لحد ما رحت للدكتوره في الوزاره وحصل اللي حصل. وعرفت منين بقى انها كانت مسروقه؟ اللي سرقه جه بحولي، بس انا بقى هرشت انه مسروق، قعدت اضغط عليه لحد ما قر واعترف انه لقط الجهاز ده من عربيه عند بوابات اسكندريه. من ساعه الجهاز ده ما هو معايا وبلاوي الدنيا كلها عليا. معرفش بقى يعني من غير مؤاخذه يعني فلوس الست الدكتوره حلال ولا فيها شبهه؟ نعم. معلش بس بعيد عنك، الجهاز ده معفرط اول ما فتحته مصايب الدنيا كلها اتفتحت في وشي. مش فاهمه يعني ايه معفرط. الواد شهبور اللي عندنا في الحته قال لي ان الجهاز ده مرصود من جهاز تاني. مرصود؟ متراقب يعني. طب هو عارف منين اذا كان متراقب ولا لا؟ ما انا هقول لك على كل حاجه بس واحدة كده واديني وقت. سيادة المقدم، ايه الأخبار؟ الأخبار زي الزفت. زي الزفت ازاي بس يا فندم؟ نالا لسه بعتالي مسج بتقولي إنها كويسة، بس هو المشكلة إن الموبايل اتقفل بعد كده. هو أنتوا لسه ما قبضتوش عليه؟ نقبض عليه؟ مدام نهلة متواطئة مع الإرهاب اللي بندور عليها حازم بيه. طب وانا ايه اللي يخليني اصدق قصه عجيبه بيقولها لي واحد ارهابي هربان من السجن في قضيه محاوله اغتيال رئيس جمهوريه؟ اوه، قصه الارهابي الهربان ده مش موضوعه. انا ايه اللي يخليني اعرض نفسي للخطوره والمجازفه دي كلها عشان اجي اقابلك؟ طب فين الجهاز؟ ها؟ الجهاز موجود. يا نهارك اسود ومنيل، انت بتلعب بيا؟ بتضحك معاك عادي بس. فين التاب؟ اقعدي بس موجود والله موجود، حتى بالاماره لما تفتحيه يبقى صوره والدتك وانت جنبيها. طيب ما جبتهوش معاك ليه؟ اجيبه فين في وسط المرمطه اللي انا فيها دي وكل الخطوره دي كلها؟ اجيبه ازاي؟ ما يمكن يضيع مني. بص بقى، أنا الحاجة الوحيدة اللي تخليني أصدقك إن أنت تطلع معايا دلوقتي ونروح نجيب التاب وتطلع بيه على وزير الداخلية تحكي له اللي أنت حكيته لي بالتفصيل وبالحرف، وهو كفيل بقى إن هو يبرأك لو أنت فعلا بريء. إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده بس؟ إيه اللي أنت بتقوليه حضرتك؟ إزاي يعني؟ ده أنت لسه قايلة بعظمة لسانك من شوية إن أنا إرهابي متهم بقتل رئيس الجمهورية، أروح له إزاي؟ أروح وزيرة الداخلية إزاي؟ يا ستي أنا اللي ناجيني من الموضوع ده حاجة واحدة بس، هو ست والدتك. عشان كده اقتحمت عليها وديتها في المستشفى. ايوه بس انا ما كنتش في اي نيه للاذيه والله، انا فضلت قاعد معاها واتكلم كده واتحدث معاها لغايه يعني شويه كده وفائت. فائت؟ اه فائت. طب وقالت لك ايه؟ ما اعرفش، قالت يعني فائت كده شويه وراحت قايله عين العفريت. انت هتهزر بقى ولا ايه؟ والله ما بهزر، الست والدتك بقى اللي بتهزر. هي كده شويه عين العفريت، كل شويه تقول عين العفريت. ايوه يعني ايه عين العفريت دي؟ معرفش، يمكن هلوسه بقى ولا خطرفه ولا كانت مكوبسه ولا حاجه وبعد كده راحت في النوم تاني. يبقى انا تحليلي صح. يعني ده في حاجات مهمه تخص ماما، عشان كده في ناس بتحاول تقتلها عشان تاخده منها. بص بقى، اذا كان في سبب واحد يخليني اثق فيك ففي 100 قدامه يخلوني اهد الثقه دي. من فضلك أنا عايزة أشوف التاب عشان أعرف إيه اللي عليه بالظبط.
انا هجيب لك كتاب وهو كذلك يعني، بس توعديني برضو انك تقفي جنبي. ما بقاش في اختيار، احنا ما قدمناش غير ان احنا نساعد بعض. اديني رقم موبايلك عشان لو عاوزنا نتقابل عشان نتكلم. بقول لك ايه، هو انت قلت ايه ماما بالظبط خليتها تفوق؟ دعيت لها من قلبي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا اخيرا افتكرت ان ليك اب. مش عارف ليه كده ما بصدقش العاطفه من بوقك خالص. نشوف كده يقول ان انت قاعد بقى طول اليوم قاعد تقول فين شايف فين ابني حبيبي، ولا في دماغك اساسا؟ ما انت مقضيها هنا بقى. لا كيوي، اروح اجيب لك 2 كيوي يسندوا قلبك، اما ام ولع لك محميتين. اقعد كده يا بابا بقى، اقعد كفاش على بساط. نفسي اعرف مين اللي ابن مين فينا، ولا مين اللي اب، ولا في ايه بالظبط؟ انا عايزك في 2. هنخش في الوعظ بقى. بقول لك ايه، انا دماغي متكلفه مش عايز خطب. من غير لا توعجني كتير يابا، انا جاي اسالك عن عم درويش. هو ظهر تاني؟ لا، انا عايز اعرف ازاي ظهر اولاني. طول عمري بشوف الراجل ده في صوره، وفجأة كل حاجة اتلخفنت في نافوخي. وانت مش صاحبه؟ يبقى اكيد حكى لك زمان اصله فاصله بالظبط. هو حكى لي حاجات كده مش هنكلف بعضها. كان بيشتغل على بريمه في الخليج. وهو راحت فلوسه في الريان، وولاده ومراته ماتوا في الكويت. بالمختصر كده، تاه في مصر، رجليه جابته لغايه هنا. دي فزوره والله، دي حكايه كلها عباره. الدنيا كلها بلاوي يا ابني. لا والله، وانت بابا لما كان بيحكي لك كل الاساطير دي كنت بتصدقه؟ وانت عايزني اكذبه؟ وفي حد في المنطقه دي بيقول الحقيقه؟ تسمع، انا لما اجي اقول لك دلوقتي انك انت مش ابني مش هتصدقني؟ ده اليوم اللي بحلم بيه. قول انت بس كده وانا هتلاقيه مصدق على طول. انا عارف، انت لقيتني في مولد وكنت محشش ساعتها، وقلت ده ابني عشان صحابك ما تتحرجش قدامه. هو في اب يحشش قدام ابنه كده؟ قوم ولع علينا محميتين. مال؟ انت كويسه؟ الحمد لله. دلع سلامة يا باشمهندسة. اهلا. نهلا، انت ايه اللي حصل لموبايلك؟ ما حصلش حاجه، تشارج خلص. طب وبالنسبه لهدوم حضرتك؟ اظن دي حاجه ما تخصش الامن الوطني. والله ما كنت اعرف ان انتوا بقيتوا صحاب قوي كده. نهلا، انا كنت هموت من القلق عليكي. كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اقف اتفرج عليكي وانت بتضيعي مني؟ عن اذنك. ثانيه واحده يا باشمهندسة، كنت فين بقى مع اللي اسمه درويش ده، وايه اللي قاله لك بالظبط؟ حضرتك احنا ما اتكلمناش في حاجه، اصل انا كنت شبه مخطوفه. مخطوفه؟ طب انت هنا ازاي دلوقتي؟ ما انا هربت. هربتي ازاي وليه؟ وتهربي ليه اصلا اذا كنت انت اللي رايحه له برجليكي؟ ما هو حضرتك انا لقيت نفسي فجاه يعني كده في وسط ناس ما اعرفهاش، ففكرت كده اعمل ايه، وفكرت كده بذكاء وسبتهم وهربت. ادي كل الحكايه. الناس دي بقى اساميهم ايه؟ اتجاهاتهم، طلباتهم ايه طيب؟ ما هو انا اكيد لو كنت عارفه حاجه كنت هبلغ حضرتك. طيب في حد هددك باي حاجه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حازم؟ ما دام نهله انت لازم تتعاوني معانا اكتر من كده. والله انا تعبانه جدا يا حضرتك. ازاي طب يعني الكلام ده؟ حياتك عايز نتعاون معاك. انا اذا كنتوا انتوا عندكم كل المعلومات عن الراجل اللي انتوا عايزين تقبضوا عليه ومش عارفين تجيبوه، مستنيني انا اقول لك على المعلومات اللي حياتك عايزها واعرفك هو فين؟ طب ده كلام. تصبح على خير.
حازم بيه، انت لازم تعقلها. انا ممكن اوجه لها تهمه تضليل العداله، بس انا مقدر الظروف. عاوزك تفهمها ان ايا كان اللي قاله لها الراجل ده فهو راجل مجرم وحاول يقتل مامتها مش انا. بالراحه عم درويش. عمك درويش مين يا ده؟ انا ماهر. لا مؤاخذه لا مؤاخذه، الناس دول بقالهم سنه ما اتحرشوش بحد. انا جاي الوش افتاء. انا اعرف بس مين اللي قال كلمه حرامي. معلش معلش يا بتاع، ولاد الحرام كتير. بالراحه عليه يا بابا، بتاع بشرته حساسه. بص بقى يا عم درويش، جايبالك حته دين طبق فيه الخلاصه كلها. اتفضل يا عم درويش. ايه ده؟ مهلبيه؟ لا ده تشيز كيك. لا عم اخويا كل ده هيعجبك قوي. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم يا رب. طلعت فنيك. فنيك؟ يبقى انت زودت السينامون. زودت ايه؟ السينامون. ما قلت لك بلاش سينامون. اخصى على كده. هات يا عم درويش هجيب لك حاجه تانيه. عندي بقى جوه، بص يا عم درويش، حته الدين قبل طرط بقى، بس ايه؟ يهبل يا عم درويش يهبل. هات يا عم درويش. ليه كده؟ انت بتعملي فيهم كده ليه؟ مش خايفه على صحتهم؟ راحت بتتسلى. المهم طمني، انت هتقابل بنت الوزيره قريب؟ والله ما انا عارف يا ماهر. انا حاسس ان البت ارتاحت لي، ارتاحت لي قوي يعني. بس انا خايف من البهدله، البهدله اللي اتبهدلناها دي مش عايز اتبهدلها مره تانية. طب المهم اتفقتوا على مكنه تقابلوا فيها؟ يا راجل يا راجل، حسن ملفظك يا راجل، حول لي بنت وزيره قابلك في مكنه، ده كلام يا ماهر؟ طب معلش خلاص، ما بلاش قد المقام، ما انت بتقابل وزيرات وبنت وزيرات. بقول لك ايه، قوم يا ماهر، قوم يلا قوم، قوم اتكل على الله. وروح فين؟ قوم روح الحمام، هتليك مزنوق مش واخد بالك. قوم قوم يا ماهر، قوم. مكنه ده ألف سلامة بتاع. ألف سلامة. ألف سلامة. بالراحة يا عم درويش، بالراحة. ألف سلامة حبيبي. بالك هذا شاب، حتة الحشيش دي ما تدخلكوش السجن، عادي تمشي تعاطي، بس أنا ما أعملهاش. قول لي ليه؟ طب ما تكمل أنت من غير ما أقول لك ليه. أقول لك ليه؟ عشان أنا مش ندل، مش كده ولا إيه يا نبو؟ لا لا، إيه يا خضر؟ ده أنت ابن أصول. عارف بقى مين الندل؟ الندل اللي يخلق ويورط حبايبه من وراه في بلاويه. الندل اللي مقرطصهم بقالهم 20 سنة. عم درويش ما قرطصناش يا خضر. اديك انت اللي قلت درويش، انا ما قلتش حاجة. يعني انت عارف ان جواك ان هو ندل بس مش عايز تعترف. يا دي عبيد. يا دي عبيد، ده شغال في تنظيمات. عارف يعني ايه تنظيمات؟ يعني فلوس وتمويل وبلاوي سودا، ده متخصص رؤساء ووزراء. عارف المحل اللي شغال انت فيه؟ ده برافان. لا ده سايبر. ماشي سايبر. ده عامله عشان يقلع ويلبس من وراه براحته. عشان انتوا اصلكوا شوية سذج. انتوا ايه يا نبوي؟ شويه سذج يا حبيبي. لا انا ماليش دعوه، انا مش سذج انا. ها لو انت سذج يبقى انا مش سذج. وبعدين لو عم درويش زي ما انت بتقول عليه كده خلاص هروح لحاله. لا راح لحاله دي مش لخضر، اللي راح نجيبوه. وانا عارف ان انت ليك سكه معاه، انت تقوم زي الباشا كده تعلق لنا على الشاي وترجع تترمي في حضن خضره حبيبك وتفضفض له بدل عليا النعمه معلقك في تلاجه الاسم وسقساك في شاي المأمور. انتوا شايفيننا بصمات بقى، شهاب بالسمسم ونبوي بالعجوه، في ايه يا عم خدمه تتعامل معانا على اننا بني ادمين زيك؟ يا ابني قول له على كل حاجه، ده راجل سو. بتقول له يا نبوي؟ بضغط عليه عشان يعترف. من الاخر كده من غير الجو البوليسي ده، انت راجل قاعد في بيتنا، هات لنا الكلام كده راجل لراجل وقول لي عايز مني ايه بالاخر يا خضر. دروش ما كلمكش من ساعه ما هرب؟ كلمني. منين؟ من الموبايل. ايوه رقم الموبايل ايه يا لطيف؟ معرفش. انت تستقبل يالا؟ هو ماليش. ماشي، هات الرقم اللي كلمك منه وانا هشوفه بمعرفتي. وانتوا عندكم الخاصيه دي تشوفوا الرقم تعرفوا مكان الرقم؟ استغفر الله العظيم يا رب. هتجيب الرقم يا ابني ولا نعلق على الشاي؟ طبعا كريم ما صدقش الحكايه اللي انت حكيتيها دي. لو كان صدق كنت هشك انه ظابط. امال ايه اللي حصل بقى؟ مفيش حاجة، قابلت الراجل وقعدت معاه ساعتين بيحاول يثبت لي فيهم ان هو بريء. وايه دليل براءته؟ معتب بتاع ماما. هو اللي سرقه؟ على حسب كلامه هو اللي خده من اللي سرقه وكان عايز يرجعه لماما. طب وفين التاني؟ اداهولك؟ لا، ما جابوش وهو جاي، خايف. ايه التهريج ده؟
مش فاهم انت ازاي مصدقه الراجل ده، بيضحك عليكي. على فكره انا ما قلتش ان انا مصدقاه، انا بس كنت عايزه اعرف اخره ايه. ناويه تعملي ايه؟ بتبصي لي كده ليه؟ لا انت لو بتفكري تزعلي عشان انا بلغت كريم يبقى من باب اولى بقى تعتذري لي على التصرف الغريب اللي اتصرفت بيه. عرضتي نفسك للخطر وخليتيني ميت من القلق عليكي. ماشي يا حازم، انا تعبانه دلوقتي وعايزه انام، لما هفكر هقول لك انا هعمل ايه. تصبح على خير. انت من اهله. جدع تعالى. سفولة زميل. زميل مين يا روح امك؟ انت هتصاحبني؟ اتاخرت ليه؟ يا باشا كل تاخيره وفيه اخيره. انا لقيت لك بقى الخيط المتين، فاضل بس سعادتك تحط ايدك فيه وتكر. خلص معاك ايه؟ يا باشا لا مؤاخذه الكلام ده ما ينفعش في التليفون. انا مش تلامسه. ده لا ينفع لا في التليفون ولا مع الكبير، الكلام ده عايز لأكبر منه. بطل راغي، عايز ايه من الاخر؟ البص بتاعك ويجي يقابل حبيب قلبك خضر. نشربوا القهوه سوا، الاقي معلم معايا يلمني هو على الشاي بتاعي. ما تقبل يالا. لا مؤاخذه يا باشا مش ليك. انت عبيط يالا. اللي انت عايز تقابله ده ما ينزلش لامثالك. بقول لك ايه عشان نقصر. انت بكره الساعه 9 الصبح تكون في القاهره عندي. اول ما توصل تكلمني هقول لك نتقابل فين ونتفاهم. ولا تحب انا ابعت اجيبك؟ لا يا باشا ما تشغلش بالك. بقول لسعادتك ايه يا باشا؟ ممكن بس بعد اذنك نخليها يعني 10 10 ونص؟ اصل انا لا مؤاخذه بصحى واخري. سلام. معفن. عيد العفريت. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد العفريت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عيد العفريت. لا 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 كده مش هينفع، كده مش هينفع، كده مش هينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. ماهر، ماهر. خير يا درويش يا اخويا؟ عايز حاجة؟ عايز مصحف. نعم. ها؟ نعم، أمر. مصحف يا ماهر، مصحف. آه. طيب نام، نام دلوقتي، الصباح رباح، ربنا يهديك. بكره الصبح المحلات تفتح اجيب لك اللي انت عايزه. محلات ايه اللي تفتح اجيب اللي انت عايزه؟ وانا بقول لك هات كيس شيبسي. مصحف، ما عندكش مصحف؟ الراجل شيخ الجامع شبط فيه فقلت اسيبه له بركه يعني. انت عايزه ليه؟ عايزه ليه؟ يعني ايه عايزه ليه؟ مصحف هكون عايزه ليه يعني؟ ما عندكش مصحف في بيتك يا جاحد؟ الايمان في القلب يا اخويا. لا مؤمن، لا تقي، يا ورع. طب قول لي انت محتاج صوره ايه وانا اسمعها وانا اصرف لك فيها دلوقتي يعني. تكفى بقى، خش 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 نام. خش نام والله لا سيادة. صوره ايه تصرف لي فيها؟ خد يا عم درويش المصحف بتاعه. الله يخليك يا معجزه، اشكرك، متشكر جدا. بس امانه عليك، امانه عليك، ما تشيل العلامه اللي انا واقفه عندها. حاضر يا حبيبتي، مش هشيلها طبعا، مش هشيلها. تعلم من بنتك يا اخي، تعلم منها فعلا والله. يخلق من ظهر الفاسد مؤمن. ما هي دي المعجزه. انت بتهزر، انت بتهزر يا ماهر. انا عايز اعرف انت توبت ازاي بجد بقى. قول لي انت توبت ازاي؟ ايه حلفت على مجله نيكي ما انتش راجع للحرام تاني؟ الاعمال بالنيات. بتهزر؟ اعمال بالنيات ايه؟ اعمال شوف انت زبنيت جهنم هيقطعوا من لحمك كده زي سيخ الشاورما. بس اكيد كلهم هيبقوا اصحابك. خش 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 نام، خش نام يا ماهر، خش نام. الله لا سيادة. مصحف شيبسي مصحف.
جبتي منين يا بنت المصحف؟ قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله العظيم. الحمد لله. استغفر الله العظيم. أمور يا فندم، طلباتك إيه؟ أنا الموبايل ضاع والمحفظة اللي فيها البطاقة ضاعت، فكنت محتاجة رقم موبايل وموبايل جديد. هو الموبايل مفيش مشكلة يا فندم، بس الخط من غير بطاقة صعب. كده أحسن؟ هي من غير حاجة، طب أنا ممكن أقدر أسجله لك ببطاقتي. شكرا قوي. اتفضلي ارتاحي 5 دقايق. أي درويش؟ أنا نهلة. هو إيه لي نهلة مين؟ نهلة بنت الوزيرة. هو أنت لسه ما كنتش عرفت اسمي لحد دلوقتي؟ طب اسمع بس كويس. دلوقتي أنا متراقبة، يعني موبايلي اللي معاك ده متراقب. تمسح الرقم اللي معاك ده خالص وسجل اللي أنا بكلمك منه دلوقتي، أوكي؟ من فضلك. عايزين نتقابل في أسرع وقت ممكن قبل ما حرارتي تتأيد أكتر وأكتر. تمام. سلام. الله. هو احنا مش رايحين للكبير بتاعك ولا ايه؟ شفت حالة مت ودنك قبل كده ولا تحب اوريها لك؟ لما هي بتعوز مني حاجة بخليها تيجي تشوفها. ولا لم نفسك واحترم نفسك وشوف انت بتتكلم مع مين وخلص، وعشان تبقى فاهم بس انت مش هتقابل حد غيري. وانا ما عنديش حاجة، سلام عليكم. استنى بس استنى. هي مكالمة واحدة وما ترغيش كتير. احب انا اسمة البلد نصين دي. ايوه سعادة الباشا. معلش انا اسف سعادتك، هو بس الواد مصمم يكلم حضرتك. حاضر يا فاشل. حاضر يا فندم. صباح الفل يا كبير. هات اللي عندك. طب مش اتفق الاول؟ فهيم. ايوه يا فندم. ادي اللي هو عاوزه وقول له يخلص، انا ما عنديش وقت. حاضر يا فندم. حاضر. تعيش يا كبير. الزغلول اللي انت بتدور عليه ده رقم تليفونه البرايفت مع حبيب قلبك خضر وهو هربان. سعادتك بقى برقم تليفونه ده ممكن اي حد كبير في اي شركه ممكن. مفهوم. خد منه الرقم. لا يا باشا، انتوا بتدوروا عليه ليه؟ خلص وكلمني يا فهيم. انتوا مالكوا خلقكوا ضيق كده ليه؟ خد اكتب الرقم. الرقم؟ اخد 50,000. معفن. ماشي، هدي لك 100 بس لما نجيبه. وماله؟ ناخد 50,000 مواد. طب اكتب. ايوه درويش، بس انت شايف انك مأمن نفسك في الموضوع ده يعني؟ ولو مش مأمن هتفرق ايه يعني؟ ده اخر امل عندي.
ايوه يا استاذه، ركزي حضرتك في اللي هقوله لك كويس قوي. انا هقابلك النهارده الساعه 8 بالليل، هتركيني عربيتي في جراش العتبه وتتمشي شويه لحد كلود بيه، وفي زحمه المحلات تزوغي من اي حد مراقبك، تسالي على لوكانده المنتزه الكبرى، اللي يسالك تقولي له طالعه للمقدس بولس. اوضه 15 فوق. انا هكون مستنيكي هناك. انا اسف بس دي امن طريقه نتقابل بيها، خلي بالك من نفسك. انت الوحيد اللي هتسكت الكلام بالسهران اللي بتنعش في نافوخ. تاكل ايه ودماغك ايه؟ انت جعان ولا؟ انا بتقطع من جواه. يا ابني في ايه ما تقول؟ انا اللي فيها مكفيني. عم درويش انا اجرمت في حقك جرم شنيع. يا ده ايه اللي حصل ما تتكلم؟ انا اديت نمرتك لخضر الامين. يا نهار ابوك اسود. بتبيعنا شاب؟ اسمعني بس عم درويش، انا من ساعة ما قالوا عليك انك ارهابي قديم وانا دماغي قاعدة تجيب ايمان وشميل. ايمان وشميل ايه؟ يا عم درويش انا الشيطان قاعد معايا 24 ساعة في البيت، بيضغط عليا الضغط جامد قوي. اخص عليك، اخص عليك وعلى اصلك. بس انا بس عم درويش قبل ما اقفل من الشارع اللي معاك عشان الحكومة هتراها وهتجيب قرارك، انا قلت لك اهو. سخص على نفضك، سخص. لا يا استاذه مفيش وقت، لازم نخلع من هنا قبل ما يجوا. هما مين دول؟ اللي جم في ديرك المره اللي فاتت. يلا دافي، ما بعدش عن هنا. بسرعه 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 بسرعه. خش انت كده، خش انت، تعالى معايا. مين؟ انا مشيري. يلا هتعمل ايه دلوقتي؟ هو انتوا بتدوروا على النط دلوقتي؟ ده نط على العربية دي ودخل يمين. اتفضل يا استاذ. لسه هنتفضل هنا؟ انت عارفة نقطة الحرامية اللي هربوا من القسم واستخبوا في البوكس؟ لا لا. ايه؟ ما احنا فيها اهو. الاوضه دي احسن مكان نستخبوا فيه. لا ده الواضح ان انت فايق قوي لدرجه ان انت بتقول نكت بعد اللي حصل فينا ده. وطي صوتك، وطي صوتك عبالي معروف. ده احنا ما صدقنا، ما صدقنا، ابعدوا عنا. طيب من فضلك لو سمحت انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. طب بس اقعدي اقعدي وانا هفهمك على كل حاجه. اقعدي بس الاول نعمل بقى ايه؟ دور شاي كده
بدل الشاي اللي بارد ده. بس احنا المنطقة الرئيس ملوش أثر. فهيم باشا. إسماعيل، عايزك تقول لي الرقم اللي معاك ده اتحرك وبقى فين دلوقتي. لا يا باشا أنت فهمت غلط، أنا شغال في شركة مش في سنترال. اعمل اللي بقولك عليه، خمس دقايق وتكلمني تقول لي الرقم بقى فين دلوقتي. يا باشا ما ينفعش، أنا نزلت من الشركة خلاص. ترجع تاني. يا باشا لو روحت الشركة دلوقتي وقعدت على مكتبي واشتغلت هيبقى شكلي غريب جدا كده، انت هتصير حواليا الشبهات. اسماعيل ارجع احسن لك بدل ما اجي ارجعك بنفسي. يا باشا بص بس افهم بس، نتكلم بالراحة، انا ما عنديش مشكلة ارجع الشركة، لو انت حابب بقى ان اترفد من الشغل ومصلحتك تبوظ تمام، انا بقول نستنى للصبح واجيب لك اخبار الرقم ده كله وسلسفيلي مع الرقم كمان. ها قلت ايه؟ يعني انت مش عايش هنا؟ لا طبعا أنا مش عايش أساساً. يعني مش فاهم. ما تاخديش في بالك. طب يعني أنت دلوقتي لو مش عايش هنا البوليس عارف مكانك إزاي؟ دي أرزاق بقى، مرة بالاجتهاد مرة واحدة بالتحالات تجيبهم وتيجي. لا من فضلك اسمع بقى، أنا وثقت فيك وأنا مغمضة، ما كانش عندي أي سبب حقيقي خليني أعمل كده، فمش معقولة تبقى أنت اللي طول الوقت مخوّنني. وبعدين يعني أنا دلوقتي بالعقل كده لو بلغت البوليس هجيلك معاهم ليه؟ لا أنا المرة دي عارف ومتأكد إن أنت ما بلغتيش، بس بقى المرة اللي فاتت بقى لا يعني مش طيب. معلش يعني هنفترض، يعني أنا مش عارفة أنت متجوز ولا لأ، بس هنفترض إن أنت متجوز وجات مراتك قالت لك أنا رايح أقابل واحد مع احترامي يعني متورط في قضايا قتل وإرهاب واغتيال، هتعمل إيه؟ هخليها تروح يعني، بس لو كنت بحبها يعني همنحها، بس هخليها تروح برضه. ماشي يا سيدي. هو ده اللي عمله حازم. حازم من حبه فيا بلغ البوليس علشان خايف عليا، يعني كان بدافع الخوف مش أكتر. درويش انت مش متخيل لما دخلت البيت وانا سليمة كان شكله عامل ازاي؟ يا ستي ربنا يخليكم لبعض، بس هو المفروض من الاول يعني ما كنتش تعرف فيه، بس يعني خلاص هي جت عليه. اذا كان اقرب الناس ليا غدر بيا. معلش حقك علي. ممكن التاب بقى؟ نعم التاب. بس بسم الله الرحمن الرحيم، يعني خلي بالك ما تقلقش ان بتاع ده اول ما بيتلمس بيجيب بلاوي. لا ما تخافش خالص يا درويش وما تقلقش. بص اول ما هاخده دلوقتي منك اهو هشيل السيم كارد خالص وهقفل الواي فاي بحيث ان اي حد مش هيعرف يوصل، يعني هقفل الانترنت ما تقلقش خالص. هدي السيم كارد اهو. استر يا رب استر يا رب. طبعا يعني حضرتك لما تتأكدي يعني ان البتاع ده بتاع ست والدتك، يعني احنا بقى يعني احنا هنعمله ايه؟ لا هو انا متأكدة ان هو بتاع ست والدتي، بس انا دلوقتي بفتحه علشان ادور على اي فايل يخليني اعرف الناس اللي عايزة تأذي امي دي عايز تأذيها ليه، فاهمني؟ ايوه حبيبتي يا امي ربنا يشفيها يا رب، ربنا يشفيها يا رب يا رب. ايه بقى؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ هو انت ما شحنتوش خالص ولا ايه؟ لا انا اصلي مش فاضي يعني، مش بقى لي اسبوعين ما عنديش وقت خالص. انت ايه بقى؟ ايه اللي لقيتيه بقى؟ فولدرز كتيره جدا كلها فايلز. يعني فولدرز كتيره مليانه كلها فايلز، يعني كل فولدر فيه 30 فايل كلهم ما بين تشارتس وبرزنتيشنز. طبعا ده غير طبعا المتهلدز. ايه المتهلدز؟ متهلدز اللي هو المخفي اللي مش باين. ماشي اوكي فهمت، الهيدن يعني. مات. لا اله الا الله. محتاجين تشارجر. لا اله الا الله. استر يا رب استر يا رب وفك النحس ده بقى يا رب. يا وحش. ده ايه ده؟
ده تليفون الدكتور اللي اتقتل. فرغت كل اللي فيه، كل الابلكيشن وحتى كل المسجات، ما عرفتش اوصل لاي حاجه. في اشرف دكتور فلاتي ووسخ وخاربها ومقتول ومتجوز على مراته ومش عارف طلع عليه ديل. دور يا عم على الفيسبوك ولا الواتساب ولا اي زفت، النسوان اكيد هتلاقي له ديل. يا عم الراجل ده يا اما حويط جدا يا اما تافه جدا. احنا ليه ما فكرناش انه ممكن يكون انتحر؟ انتحر ده عشان فشل في اغتيال الوزيره؟ موظف ياباني والشركه استغنت عنه بعد عناء فانتحر؟ يا عم اشرف ده انت مطلع من الدولاب بتاع ربع مليون جنيه بايدك. حتى دول ما فادونيش باي حاجه، كلها عملات قديمه وملهاش ارقام مسلسله، ومراته بتقول ان هي ما تعرفش عنهم اي حاجه. طيب والست نهله بقى فين دلوقتي؟ نهله تليفونها مقفول من ساعتين وعماله تزغمر الظباط بتوعنا، شكلها كده عرفت ان احنا بنراقبها. استغفر الله العظيم يا رب. انا ما رضيتش ادخل حراسات خاصه عشان ما احتكش بالساده الوزراء وعيالهم. تطلع البيت دي في قرعتي؟ احنا ناقصين دلع. البيت دي تستهبل، هتودي نفسها في داهيه وهتودينا في 60 داهيه معاها. استغفر الله العظيم يا رب. هي فاكره نفسها فيلم امريكاني؟ انت رايح فين؟ انا هاتي لي الست حسنيه دي النهارده اجيبها. يعني الست دي حسنيه اللي مشيتها. استنى عملت ايه؟ مشيتهم ولا تفضل قاعده عندنا مده 3 ايام؟ هو انت بتصرف عليها من جيبك؟ هي قاعده على دماغك؟ يا عم دي كفيفه وبعدين خدت منها المفيد ومشيتها. كفيفه؟ كفيفه حنين؟ طب بص انا مش هتنرفز ومش هزعق ومش هعمل حاجه، انا عايز اعرف بقى ايه المفيد اللي انت خدته منها؟ اللي هو ان درويش بقاله فتره كان بيبعت لها فلوس مع واحد موظف البريد. موظف ده ايه؟ الموظف ده قدامي اقل من ساعه وعنوانه هيبقى عندي. غبي غبي والغباوه مالهاش اعذار. عندك حق سعادتك، بس ما تنساش حضرتك ان الراجل ده الحكومه كلها بتدور عليه، وانا كنت اول واحد اوصل لجحره قبل اي حد تاني. هو صحيح فلت مني المره دي، بس اوعدك المره الجايه دي برقبتي. هو في مره جايه؟ مفيش مره جايه. في سعادتك انا تحت ايدي خيط تاني، بس طالب من سعادتك فرصه كمان. عارف يا فهيم الخيط اللي في ايدك ده لو ما وصلتلوش بيه انا هشلعك بيه، فاهم؟ فاهم سعادتك. تمام. في ايه مالك؟ شكلك قلقان. لا قلقان على ايه؟ قلقان ايه يعني؟ واحد هربان ومصر كلها بتدور عليه، ادي كل الحكايه. ما كنا رحنا عند اي حد بتاع موبايل اشتري لنا شاحن، ولا ده عاوز شاحن الرفيع؟ الاجهزه اللي زي دي ما بتشتغلش غير بالاكسسوارز الاصليه بتاعتها. يعني ايه يعني دلوقتي؟ يعني حضرتك يعني من غير مخزن هتروح التوكيل ولا هتبعتي تستورديه ولا ايه يعني؟ هنعدي على المكتب بتاعي، هو قريب من هنا، وانا عندي كده تشارجر. اوف فكرتني، صحيح انا لسه ناسيه موبايلي مقفول، لازم افتحه. بص انا هعمل مكالمه تليفون، فبليز ما تتكلمش خالص، ممكن؟ اوكي. ايوه حازم. لا يا سيدي مش قافله التليفون بالراحه، التشارج خلص. لا في المكتب يا حازم، هكون فين يعني؟ كلاين دمها تقيل شويه، كانت مصره انها تاخد البلانس بتاعتها قبل ما تروح. تمام. جه امتى؟ طب هو لسه عندك دلوقتي؟ طيب يا حازم انا جاي على طول. باي. معلش يا درويش انا اسفه، انا لازم اسيبك وامشي دلوقتي حالا واروح المستشفى. ايه ماما جرى لها حاجه؟ انا لا خالص، بابا رجع من لندن ومستنيني هناك، لازم اروح له. هو نحس؟ نعم. لا ولا حاجه. طب انزل انا بقى هنا وبعدين نبقى نتقابل وقت تاني. طب مش عايزني انزلك في حته امان شويه؟ اه مش فارقه، مش فارقه خالص، طول ما البلوه دي معايا مفيش امان في اي حاجه. طب تحب تسيبه معايا؟ لا 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 اسيبه معاك ده ايه؟ لا 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 هو بلوى صحيح، بس انا لو نزلت من هنا دلوقتي واتقفشت مفيش اشايه اتعلق بيها عشان تنجيني غير البلوى دي. الله براحتك. طيب احنا انا اشوفك تاني امتى؟ هبقى اكلمك تاني اول ما اجيب نمره تانيه جديده. ماشي، خد بالك من نفسك. الله كريم. اتفضل يا سياده اللواء. جدع
طبعا معاليك عارف انا لفيت حوالين نفسي قد ايه علشان اجيب لك ملف ده من ارشيف النيابه. الله 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 جريء يا عصام، انت حتمن وجد على خالك. العفو يا خالي، بس انا عاوز ابقى عارف انت هتتحرك ازاي. هعرفك بس لما اعرف انا الاول. عارف انت كده كده معايا في القضيه، وبرضو مش هخطي ولا خطوه واحده الا من الملف ده. ايه نقول مبروك؟ انت هتشتغلني اروح امك؟ الله 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 الله، طب وليه الغلط ده؟ انا غلطت صمم عليك دلوقتي ولا الراجل راح فين؟ ايه ده اخس هو فك منكم ولا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ ماليش فيها كبير. انت ما اشتريتش مني راجل، انت اشتريت رقم وبس. اسمع يا ده، انت الراجل ده انا هجيبه بكره او بعده قسما عظمه. لو عرفت انت انا محذره ما هرحمك. محذر ايه وفذر ايه بس يا باشا؟ انا لا مؤاخذة واخد نص اتعابي والنص التاني مرهون عليه، ولا عايز تاكل النص التاني على حد قلبك خضر؟ نص ايه وزفت ايه؟ الفلوس اللي عندك كابتن رجعها، والنص ده يبقى عند امك. ما بلاش تدخل امي في علاقتنا يا ريس. حسابي معاك هيبقى بعدين. يا فندم انا متابع حاله معالي الوزيره من الاول، وعارف هي كانت فين وبقت فين. هي زي ما حضرتك شايف مش محتاجه اكتر من اللي احنا بنعمله هنا. صدقني مفيش اي داعي ان انتوا تسافروا بره. الحمد لله على السلامه يا بابا. نينو هاو ار يو هاني؟ وحشتيني. ثانك يو. انا مش متخيل ان حال البلد دي ممكن يكون وصل لكده. اغتيالات، تفجيرات، الجرايد كلها في انجلترا بتتكلم عن الخلل الامني ده. حضرتك طبعا اول ما قريت الخبر في الجرايد جيت على طول، مش كده؟ اعتقد ان الدكتور مراد ما عندوش وقت انه يسيب مسؤوليته هناك في لندن ويرجع، وانت عارفه كده كويس. عادي يا حازم، ما فيش داعي تلطف الكلام، انا متعود معاها على كده ومقدر قلقها على مامتها. طب وحضرتك هتبتدي تقلق عليها امتى؟ ها؟ لما تموت؟ حبيبتي انت مش متخيله الكام يوم اللي فاتوا دول عدوا عليا ازاي من ساعه ما عرفت الخبر. ليه؟ هي سكارلت ما كانتش مع حياتك اليومين اللي فاتوا؟ هو مش من الواجب برضو انها تقف معاك في موقف زي كده؟ طب انا هعمل تليفون وارجع لكم بعد اذنكم. ايه؟ مستغرب ليه؟ حياتك كنت فاكرني مش عارفه؟ لا انا عارفه من 6 سنين. والعلم حضرتك ماما كمان عارفه وساكته. وهو ده اللي مجنني. لا لا انت مش فاهمه الموضوع بكل ابعاده. انا مش محتاجه افهم غير اللي انا شايفاه. الست اللي جوه دي لو جرالها حاجه حياتك مش هتزعل عليها. حياتك موجود هنا زي اي حد غريب جاي ياخد الواجب ويتفضل. طيب طالما نصبت المحكمه كده يبقى تخليكي فير وتوزعي تهماتك بالعدل. مين اللي فرض الوضع اللي احنا فيه ده دلوقتي؟ احنا حياتنا كانت مستقره في انجلترا، ومامتك هي اللي ما قدرتش تستحمل البعد عن مصر. نقابه شويه، وزاره شويه، وسياسه شويه. خد ايه من كل ده غير اللي وصلنا له دلوقتي؟ تفتكر ده سبب كافي في عشان تريح ضميرك من ناحيتي؟ لا لا انت ما بيتي صغيره، انت دلوقتي ست متجوزه، وانا مطمن لوجودك مع حازم، وعارف كويس هو بيحبك قد ايه. نهله حبيبتي، انا مش عاوز كنت اخر الكلام ما بيننا قبل ما نسافر. سافر؟ ايوه للاسف. انا طيرت الساعه 4 الفجر لان الموعد كان. عن اذنك. نهله نهله. الله الله معجزة.
فول محيه اخر حلاوه. تسلم ايدك والله. سلام معجزه. اسمع ده مسمى مش بتاع. بجد ايه حكايه اسم بتاع ده؟ ده الاسم الموجود في شهاده الميلاد يا عم درويش. يا نهار اسخ ومنيل. ده الاسم الموجود في شهاده الميلاد. مين اللي سماك كده؟ انا احكي لك. طب الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. الله يرحمه. كان اسمه الحاج جابر الاشموني. بس هو الحقيقه شغل كان ملطش معاه حبتين. كان بيشتغل ايه؟ تاجر مساخيط. مساخيط؟ تاجر اثار يعني. ايوه. وفضل طول عمره بيحلم انه يبقى تاجر اثار. انما عمرها ما جت معاه. بس الحقيقه ما يقس. كان عنده حلم وقضيه عايش عليها يعني. هو كان عنده عمل طول عمره انه يبقى حاجه، انما للاسف عاش فقري ومات فقري. ايوه بس برضه ما قلتليش برضه بتاع دي جت منين يعني؟ لا مؤاخذه انا احكي لك. المهم بقى جابر الاشموني ده الله يرحمه ويغفر له، كانت مراته حامل والشغل كان ضيق معاه قوي. المهم ربنا كرمه بحته تمثال اوريجينال اصلي. تمام. باعه وبيع عنب والفلوس جريت في ايديه. هوب مراته خلاص هتولد. التمثال كان اسمه ايه بقى؟ بتاح ام الحطب. بتاح ام الحطب. بتاح ام الحطب كان اسمه كده. كانوا بيقولوها كده يعني. المهم يا سيدي راح حارف طلاق ثلاثه على مراته لسام الواد بتاح. يا سلام. تبقى فسوخه الشغل فسوخه في الخلفه. وبقى فسوخه بقى عايش مع اسمه عادي كده مبسوط يعني. بتاح بقى. بتاح ماله الاسم يا عم درويش؟ ده اسم جميل قوي. بس انا كان عندي مشكله واحده بس مع الاسم. ان العيال في المدرسه كانوا بيكتبوا بدل الحاء عين. بايخه منظرك كمان يبقى مش حلو يعني. بتاع جه بتاع راح. معلش بتاع. هو ده البيت؟ ايوه يا باشا. عم طه ساكن هنا. هو عمل حاجه يا باشا؟ ليك في حالك. ايه بقى القطط دي كلها؟ اصل عم طه بيجوا هنا لعم طه عشان بيحط لهم اكل سيادتك. خب ده اشرف. خب خب جامد. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. اتكل على الله. اهلا وسهلا. مساء الخير يا اسطى. كنا محتاجين بس نتكلم معاك كلمتين ممكن؟ حسنيه ابو الانوار. ايوه طبعا عارفها. هو حصل لها حاجه؟ لا حاج طه ما حصلهاش اي حاجه، بس هي كانت قايله لنا انك بتعدي عليها من وقت للتاني عشان تديها حواله باسمها. الكلام ده صح؟ لا شوف انا هفهمك. الحواله غير التحويل، وانا كان بيجي لي تحويل باسمي كنت بصرفه واروح اوديه لها لحد البيت. التحويل ده بيجي منين وباسم مين؟ اكتريه الاوقات كان بيجي من اسكندريه، بس كل مره كان بيجي باسم شكل. وانت بتعرف منين بقى ان التحويل ده جاي للست حسنيه لما هو بيجي لك كل مره باسم شكل؟ يا ابني انا ما بحبش اتكلم عن اعمال الخير، بس مجيتكم في ساعه زي دي تؤكد ان في ضروره. ايوه يا حاج طه، هو فعلا الموضوع عندنا ضروري جدا. فياريت بقى تحكي لنا كل التفاصيل اللي انت تعرفها. بنيجي اكتر من 20 سنه جالي راجل طيب وقال لي ان في حاله انسانيه عاوزين نبعت لها فلوس تساعدها على المعايش. يعني الست دي كانت ضريره وبتجري على ابنها، وكان الاتفاق بيني وما بين الراجل ده ان هيبعت لي الفلوس باسمي انا، وانا استلم واروح اودي لها الفلوس من بره وامشي، واذا سالتني اقول لها جوزك هو اللي بيبعت لك الفلوس دي، وكان الميعاد اخر خميس من كل شهر. الراجل ده اسمه ايه؟ والله يا ابني انا مش فاكر. ده الموضوع ده بقاله اكتر من 20 سنه، وبعدين يمكن اكون ما سالتوش على اسمه اصلا. اصل الفلوس دي يعني بتيجي من عند ربنا وبتطلع لله. طيب كمل كمل عم طه. فضلت الفلوس تيجي كل شهر في الميعاد، وكل مره باسم حد شكل، مره تزيد ومره تخس لحد ما طلعت على المعاش، والموضوع لسه في رقبتي لحد دلوقتي. ومين كمل بقى المهمه دي مكانك؟ لا مفيش حد. انا بروح مخصوص كل شهر المكتب اجيب الفلوس واروح اوديها للست. صحيح العظمه كبرت
لكن اهو ربنا بيقويني. طب واحده واحده بقى كده يا عم طه، وفهمني بالعقل كده. واحد ما تعرفوش بيبعت لك فلوس لناس ما تعرفهمش، متحوله باسامي ناس انت ما تعرفهاش، وانت بتتعامل معاهم كده عادي؟ يا ابني يا ابني، انت لو شفت حاله الست دي في بيتها هتصعب عليك، وبعدين ربنا مسخرني اكون سبب لرزقها، هتاخر ليه؟ ما اقدرش اتاخر، سبحان الله. طيب يا عم طه، الحواله او التحويلات ديت المفروض ان هي مثبته في سجلات رسميه صح؟ ايوه يا ابني مثبته، حتى اسامي المرسلين وارقام بطايقهم وكل حاجه. بكره الصبح هتجينا على مكتب البريد الساعه 8 ان شاء الله يا ابني، بس انا دلوقتي عظمه كبيره وما بعرفش امشي، والمواصلات بتتعبني يعني. هتلاقي بكره عربيه الساعه 7:30 مستنياك قدام البيت، هتجيبك على هناك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام يا حاج طه. مع الف سلامه. ايه ده؟ هتبعني وتفطر لوحدك ولا ايه؟ يا سلام، انا قاعد من الصبح مستنيك علشان نفطر سوا. طب انا عايزه قهوه. لا قهوه دي، احنا هنفطر الاول وبعد كده ننزل ناخد القهوه في حد. اوكي. ولعلمك بقى، ان شاء الله الدربكة اللي احنا فيها دي كلها تخلص على خير، وطنط ان شاء الله تطلع من المستشفى وكله هيبقى كويس ان شاء الله. يلا نفطر بقى. حازم، انا كنت عايزه اقول لك على حاجه بس بليز عشان خاطري ما تزعلش مني. قابلت دروش امبارح صح؟ ايوه، بس على فكره التاب بتاع ماما طلع معاه فعلا، وانا ما لحقتش ابص فيه لان انت كلمتني وقلت لي ان بابا عايزني و... يعني ما كنتش في المكتب؟ لا. طيب بص يا نهلا، انا ما عنديش مشاكل خالص انك تحتفظي بحاجه لنفسك او انك تخبي عني حاجه، بس انا عندي مشاكل مع الكذب، وانت كدبت عليا، ده غير انك برضو يا نهلا مصممه تعرضي نفسك للخطر. انا اسف، بس والله العظيم صدقني يا حازم، والله والله انت لو شفت الراجل مش ممكن تقول عليه بتاع تنظيمات ارهابيه وتفجيرات والكلام ده. صدقني يا حازم بجد، الراجل ده شكله مش كده خالص. طيب وهو شكل الارهابيين بيبقى عامل ازاي؟ مش عارفه، بس على فكره لو يعني بالعقل كده، لو هو ارهابي هيكلمني في التليفون عشان يقابلني ليه؟ لا، انا قلبي بيقول لي ان الراجل ده بعيد خالص عن انه يبقى ارهابي. انا بجد متلخبطه جدا يا حازم. لقيت حاجه عندك يا شاهين؟ ايوه اسطاها، لقيتهم بتوع 2007 و2008. عال هات. ايه يا عم طه، بتعمل ايه كل ده؟ لا مؤاخذه بيه، ما انت عارف ان انا معرفش تاريخ التحويلات دي بالظبط، انما انا بستناها تجيل الخميس الاخير من كل شهر. اهدى على الراجل شويه. ها ازيك يا استاذ؟ اهلا اهلا. ازيك يا ابتسام؟ الحمد لله. عامل ايه يا بابا؟ الحمد لله. وازاي ماما عامله ايه؟ خلاص يا عم طه، مش وقت ابو سامر، ما تجيش اتغاب عليكم. معلش يا بيه معلش، اصل انت عارف بقى احنا هنا زملاء ونعرف بعض كويس، وبعدين اعرف الجيران وخالاتهم وعماتهم. طولك يا روح، عم طه انجزنا والنبي معلش. حاضر يا استاذ، حاضر. لحظه واحده، ايوه الورقه اللي فيها، استنى يا ابني عليا شويه. الله، دي الاسامي كلها اهي. عباس النبوي شحاته، شحاته عباس النبوي، عباس شحاته. دول متحولين منين؟ مكتب بريد الماكس. بقعد بقى ارغي انت وابتسام. ها، مع السلامه. رايح فين الله يخرب بيتك. بقى حتة حديدة ايه دي؟ شوية باغة على شوية ازاز زيك يقلبوا حياتي كلها بالشكل ده؟ كنت قاعد في دكاني كافي خير شر لحد ما وقعت في قرابيزي. 20 سنة الدبان لازلق ما يعرفليش طريق جرة، لحد ما جيت انت بقى قلبت علي أمة لا إله إلا الله كلها. مشكلة بقى
اني لا عارف ارجعك مطرح ما جيت ولا عارف اخلص من امك. وده ليه بقى مش عايز اخلص من امك؟ لان حبل المشنقه لما يتلف حوالين رقبتي انت الوحيد اللي هتنجيني منه. سخص سخص على صنعك سخص. يوه انت بتكلم نفسك يا عم درويش؟ لا انا بكلم التاب. انت بتبصيني كده ليه؟ بتفهم انت في التكنولوجيا؟ لا خلاص سيبينا ندردش مع بعض شوية. يا تاب صلى على النبي. عم درويش المصارين في البطن بتتعارك، وعلى رأي المثل حيرتنا يقرع من فين نبوسك. حيرتنا يقرع من فين نبوسك؟ عندك غسيل يا عم درويش اغسله لك؟ لا ما تحرمش منك ابدا. السلام عليكم. حيرتنا يقرع من فين نبوسك. ايوه اسماعيل عملت لي ايه؟ فاهم باشا الموبايل مقفول من امبارح ما عرفتش اوصل. طيب خليك وراه، وانا طلبت منك تجيب لي اخر ارقام هو كلمها. حصل يا ريس. ورقه قلم مع حضرتك. قول. ماهر سليمان. ماهر سليمان ايه بقى؟ ماهر سليمان الدخش. الدخش يا ريس الدخش. ماهر سليمان الدخش ده اللي بعديه. استنى بس قبل ما تقول اللي بعديه، تعرف تجيب لي عنوان ماهر ده؟ دي اسهل حاجه طلبتها مني من ساعه ما عرفت حضرتك يا ريس. اكتب عندك. تمام يا سمعه. تسلم. الله يا صاحبي انت خايف من ايه؟ ده احنا في مهتيم. الناس هنا لو عرفوا ان انت هربان من الحكومه قليل لو ما طلبوا يسهروا معاك زلفي. ايوه ماهر ايوه ماهر عليك يا اخي. يا عم وقف صوتك يا عم، انت بتسيحني كده ليه؟ كنا رحنا شارع ابو عزيز وكنا جبنا خط ال 20 جنيه وخلصنا. انا غلطان، انا عايز امنجهك. تمنجهني؟ ايه المنجهه اللي فيها؟ دكتور مستعمله يا درويش، يعني ليها صاحب ومتسجله على بطاقه، ما فيهاش مشاكل. قصدك يعني خطوط مسروقه؟ لا خطوط ميتين. ميتين؟ ايه يا جدع؟ واحد هرسوا قطر، واحد فات سنجه في خناقه، يوم في عيال ولاد حرام يخشوا يقلبوا ويحرزوا الموبايلات بتاعت الضحايا. وانت ماهر كده يعني كل شغلك معقود بالميتين؟ اصلهم مرحين. مرحين؟ خش برجلك اليمين. رجل اليمين؟ شوف لنا يا ابني خط تكون خشبته حنينه. ودم يكون بارد شويه. من عناء يا باشا، انا لسه جاي لي خط انما يلوز نمرته مزيكا، عشان خاطر عيونك بس يا باشا هدولك بخمسين جنيه. مرحوم بقى كان بيشتغل ايه؟ كان صنايعي كهربائي، بس مات كده في ماس كهربائي ما بين عمودين على الكوبري. اتفضل يا باشا. استغفر الله العظيم يا رب. خد يا ابني. اوز. بقول لك ايه؟ ايه يا باشا؟ احتمال انا اتشنق قريب. ما تنساش تبقى تيجي تاخده. ها؟ يلا. يلا شاكرين يا علي. الو؟ ايوه يا استاذه. ايه ده، هو ده رقمك الجديد؟ ده رقم جديد. طب هو ينفع اقابلك النهارده حالا لو ينفع؟ اوي. شوف يا حبيبتك نحب نتقابله فين وانا اجيلك. لا قول انت فين وانا هعدي اخدك. ماشي تمام، بس اوعى تسيبيني في سكه زي امبارح وتمشي. لا 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 ما تخافش على طول. ماشي يا استاذه ماشي يا استاذه. شفيته مماهر؟ شفيته بيدي ميه. يلا يلا نيجي. ولا تحب تكمل تاني؟ لا انا تمام. يلا ماهر. برضه هتقابليه؟ طيب انا مش هتناقش معاكي تاني في قراراتك، بس لو سمحتي ممكن تسيبيني امنك؟ ايوه بس انا من وعدته. العربيه هتمشي وراكي من بعيد، لا هتضايقك ولا هتحس بيها. الراجل اللي سايقها عارف كويس جدا هو بيعمل ايه. انا مختار لك واحد من اكفأ الناس اللي شغالين عندي في الشركه، ومديله تعليمات انه ما يتدخلش باي شكل من الاشكال طول ما انت كويسه. انا كل همي اني اطمن عليك، يعني لو تعرضت لاي خطر يبقى في حد جنبك عشان يحميك. ماشي.
منصور حسين ورمضان.